سامر طيب ما بي من اللي طلع في العربية محلية لحظات لتفتح الأبواب أمام خيول المجموعة الأولى لافتتاح مهرجان قانا الجليل كفركنا هذا اليوم 11 شوط معنا اليوم جميع الأصوات هناك جوائز من سوبر سوس لأصحاب المراتب الأولى والثانية أيضا هناك أصوات إذا أخواني ينطلق الشوط الأول على بركة الله بسم الله ما شاء الله رمح الميدان مع بزوة متصدر المجموعة من البداية شوف مع سالم الأخوة المراتب الثانية الخيل بالمراحل الأولى من السباق بسم الله ما شاء الله رمح الميدان ما يزال متصدر المجموعة الخيول كما ذكرنا بالمراحل الأولى من السباق بقبالة دخولها المنعطف الأول رمح مع إبزير ما يزال متصدر شوفل يبدأ الزحف شيئا فشيئا مع الخيول سالم العقب الخيول ما بين المنعطفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله رمح الميدان ينطلق الرمح بسم الله ما شاء الله منذ الانطلاقة الخيول الآن دخلت إلى الخط المستقيم بسم الله ما شاء الله محاولات من الشوفل مع الخيال سالم العقبي بتقليص الفارق إلا أن رمح بسم الله ما شاء الله يبدو أن حسم النتيجة مبكرا منذ الانطلاق من جهاز الانطلاق رمح الميدان بسم الله ما شاء الله فعلا كالرمح رمح الميدان بالمرتبة الأولى مع الخيال بزاوة شوف بالمرتبة الثانية مع الخيال سالم العقبي بسم الله ما شاء الله أول أصوات قال الجليل لفوز رائع للخيال بزيو مع الحصان رمح الميدان انطلق اولا وحل اولا رمح ايات سوبر سوس يقدم مجموعة فيتامينات لاصحاب المراتب الاولى والثانية لجميع اصوات مهرجان اليوم هناك ايضا ثلاث خرفان ان شاء الله ستوزع لثلاثة اصوات مقدمة من فرسان قانا الجليل كفركنا بمناسبة عيد الاضحى المبارك عاد الله علينا وعليكم الخير واليمن والبركات وكل عام وأنتم بألف خير الأمة الإسلامية بألف خير بسم الله صوتي هناك عند منصة التتويج وساحة التتويج أبو أنات باسل مقطرن يسلم كأس المرتبة الأولى للملاك رمح الميدان بسم الله ما شاء الله مالك أبو محمد المدرب الخيال إبزيو مبروك لملاك ربح الميدان ألف ألف مبروك أبو محمد مبروك إن شاء الله في البطولة شوفل بالمراتب الثانية كان قيادة الخيال المدرسة سالم العقبي شوفل بسم الله ما شاء الله